أن مدينة خان يونس ومنذ ساعات الفجر تتعرض إلى مجزرة بهذا المعنى، مجزرة إسرائيلية مروعة تتعرض لها مدينة خان يونس منذ ساعات الفجر، تحديدا عند الساعة 2 فجرا عندما بدأت القوات الإسرائيلية والطائرات الحربية بقصف عدد من منازل المواطنين، كان عنفها في منطقة حي الأمل في غربي خان يونس، وهي في قلب المنطقة التي تزعم إسرائيل بأن هناك مناطق آمنة. تم استهداف منزل لعائلة كلخ في حي الأمل، هذا الاستهداف وحده أدى إلى استشهاد 11 شهيدا و30 إصابة، نقلوا جميعا إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. معظم الشهداء الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي وكانوا نياما عندما باغتتهم الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف هذا المنزل وتحويله إلى كومة من الركام، كانوا نياما في فراشهم، حيث عادت هذه العائلة حديثا من خيام النازحين إلى منطقة حي الأمل بعد أن أجروا ترتيبات في بيتهم الذي تعرض للتدمير. لكن وعند عودة هذه العائلة والجيران إلى هذه المنطقة، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية هذا المنزل، مما أدى إلى وقوع هذا الكم الكبير من الشهداء والجرحى، فيما لا يزال أعداد الشهداء مرشح للزيادة بسبب الحالات الخطيرة والحرجة التي تم نقلها بواسطة الدفاع المدني والإسعافات في مدينة خان يونس. هذه الغارة الإسرائيلية أعقبها إطلاق نار وغارات أخرى مدفعية عنيفة جدا على الأطراف الشرقية لحي الكتيبة، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضا دراجة نارية في هذه المنطقة. أدى هذا القصف الإسرائيلي إلى وقوع أكثر من 3 شهداء وعدد من الإصابات التي نقلت إلى مجمع ناصر الطبي. ثم عاودت الطائرات كواد كابتر إسرائيلية بإطلاق النار واستهداف خيام النازحين في المنطقة الآمنة في منطقة أصدا والأطراف الشمالية لمنطقة حي الأمل، مما أدى إلى وقوع شهيد واحد على الأقل وعدد من الإصابات، فيما لا يزال عدد من المفقودين على الأرض، لا أحد يعلم إن كانوا هؤلاء شهداء أم أحياء أم مصابين ينزفون، لكن لا أحد يعلم حتى هذه اللحظة. هذا الأمر لم تقتصر إسرائيل عند ذلك، في منطقة جرت اللوت وقزان النجار واصلت القوات الإسرائيلية الحربية إطلاق ذائفها وصواريخها باتجاه منازل المواطنين خيام النازحين، مما أدى إلى وقوع شهيدة فلسطينية صغيرة طفلة لا تتجاوز 7 سنوات من عائلة كوارع، وتم نقلها إلى مجمع ناصر الطبي. أما المجزرة الثانية فهي استهداف دراجة نارية لمجموعة من المواطنين، هؤلاء الشبان حاولوا انتشال أحد الشهداء على الأطراف الشمالية لمدينة رفح والمنطقة الواصلة ما بين مدينة رفح وخان يونس. 6 وصلوا إلى جثمان الشهيد، انتشلوا الشهيد وضعوه على دراجة نارية من نوع توك توك، وعند سيرهم مئات الأمتار قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية هذا التوك توك بمن عليه، مما أدى إلى وقوع 6 من الشهداء بالإضافة إلى الشهيد الذي تم انتشاله. وعند قدوم مجموعة أخرى من المواطنين لانتشال هؤلاء الشهداء، تم قصف المجموعة الثانية في عملية إبادة جماعية ومجزرة مع سبق الإصرار والترصد لهؤلاء المواطنين الذين حاولوا انتشال جثمين الشهداء. حتى اللحظة ووفق ما رأيناه، عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي منذ ساعات الصباح يتجاوز 23 شهيدا وعشرات الإصابات، بالإضافة إلى إصابات خطيرة وحرجة. أما أيضا على الصعيد الميداني من ناحية عمليات القصف، القصف المدفعي، القصف الجوي لم يهدأ منذ ساعات الفجر حتى هذه اللحظة، تحديدا في منطقة السطر الغربي شارع 5 الأطراف الشرقية لحي الأمل، لشارع 5 تحديدا حي المحطة، عشرات القذائف المدفعية، غارات إسرائيلية من المسيرات، قصف عنيف، عمليات إطلاق نار واشتباكات عنيفة بين المقاومة والفلسطينية وقوات الاحتلال في محيط منطقة مستشفى السلام على طريق صلاح الدين إلى الشرق من وسط مدينة خان يونس. أوضاع صعبة
أوضاع مأساوية هنا، مشاهد الأطفال، مشاهد النساء الشهيدات، مشاهد كبار السن، رجال إصلاح، يعني كانوا من بين الشهداء الذين وصلوا فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة إلى مجمع ناصر الطبي، وما زالت سيارات الإسعاف تنقل، السيارات المدنية تنقل. نحن نتحدث لا نستطيع حقيقة أن نحصر كل الغارات وعمليات القصف التي استهدفت المنطقة الغربية إلى الشمالية الغربية إلى الشمالية الشرقية وحتى المناطق الجنوبية الشرقية، وكأنها حدوة من عمليات القصف الإسرائيلي التي تحاصر بها قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين، ويعني تقصفهم وتنقلهم وتقوم بحرق هؤلاء، يعني نظرا لأن هناك عدد من جثمين الشهداء وصلت محترقة بفعل الغارات الإسرائيلية. الآن تصلنا أنباء على الاستهداف، محيط سجن أصداء، هذه المنطقة، هذا السجن الذي تحول إلى مركز للإيواء والنزوع الذي يأوي آلاف المواطنين. الآن الطائرات الإسرائيلية تقصف هذا المكان وأيضا تطلق النار على المواطنين والنازحين الذين بدأوا بالفرار من هذه المنطقة، على اعتبار أن هذه المنطقة بالأساس أكثر منطقة يوجد بها يعني عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من النازحين. أوضاع صعبة، اشتباكات عنيفة، قصف مدفعي لا يتوقف، وأيضا هناك لا زال حتى اللحظة أعداد كبيرة من المفقودين لا زالوا على الأرض، والناس تبحث عن أبنائها يعني في ظل استمرار وصول الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي. وضع مأساوي، وضع مبكي، وضع مؤلم، الناس تبكي، النساء، الأمهات، الزوجات، الأبناء، الرجال الكبار يبكوا أحفادهم. الصورة أكثر من مأساوية ومؤلمة ومحزنة في مدينة خان يونس هذا الصباح، هذا صباح دامي على مدينة خان يونس. أشكرك من خان يونس إبراهيم قنان، مراسل الغد.